هنا ومن عالم اليوتيوب ننقل لكم ما رأته العين هالأسبوع. عندك مشاكل صحية ونفسية، يعني من واحد ما بحياته ما بحب ياخذ ادوية الا عم بياخذ 15 دواء مع بعض. يا جايز ايه عم ببكي ما وحشته ما طار اسمي في باله. بداية من بعد اختفائها لفترة من عالم السوشيال ميديا، ها هي رغدة تعود من جديد بستوريها، تعتذرت من خلالها من المتابعين وصرحت عن السبب اللي خلاها تغيب عنهم. بنشت عمر هذا اليوم انا كنت عم بدور على بيوت، لانه رح اطلع من هذا البيت وان شاء الله رح اعيش ببيت لإلي، ما ارجع انتقل، لانه بسنتين صرت رايحة على يمكن 5 اماكن اعيش فيها، فالموضوع كتير بتعب. والحمد لله عم ندور على بيت يكون لإلي، طبعا نونو معي كمان. فاللي صار بهديك اليوم انه كنت عم بدور، وكنا احنا حابين بيت معين ولقيته وكان كله تمام، بس يوم احتفالي بال5 مليون وصلني خبر انه البيت انباع، فانا كان انهيار طبعا يومها، بس مش مشكلة، ما كان من نصيبي وانا مقتنع بهذا الاشي. عزة ونور رجعوا من جديد ليوتيوب من بعد انقطاع دام شهرين، من بعد ما شاركوا فيديو استقبالهم لمولودهم الاول شمس، وعرفوا متابعينهم خلال الفيديو عن ابنهم شمس، ووضحوا سبب انقطاعهم عن يوتيوب، حيث كان السبب انشغالهم بموضوع تربية ابنهم الاول واللي اخذ منهم وقت وجهد كتير كبير. هذا احلى كائن بالحياه. يا الله يا الله، لسه نايم طبعا، هلا مدروخ بعد الرضاعه خلاص. بيسان اسماعيل تحتفل بعيد ميلاد امها بدبي، والاجواء كانت جدا خياليه، واختارت تهديها طقم من ذهب بهالمناسبه. حبيتي؟ طوق وحلق واسواره. تسلموا، شكرا كثير يا عمري، الله يخلي لي اياك. ماريانا غريب تعبر عن صدمتها وفرحتها من بعد ما شارك الفنان تامر حسني فيديو تيك توك لها على ستوري صفحته على انستغرام. قاعدة عم تابع ستوري يا تامر حسني، ولا برجع بشوف حالي عم تعمل ستوري؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، بحدا يقول لي عم تبالغي؟ هذا الانسان بحبه، تخيلوا تكونوا عم تتابعوا ستوريز الشخص اللي بتحبوه وتلاقوا حالكم على ستوري. لا 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 لا. ويارا عزيز كان لها موقف مشابه، حيث نشرت ستوريهات وهي عم تبكي من بعد ما وصلها خبر تواجد المغني جاستن بيبر بعد أيام قليلة بدبي وأحيائه لحفل موسيقي من هناك، إلا أنه هذا الستوري عرضها لكثير من الانتقادات. ما عم ببكي عم ببكي عم ببكي، شو هلا شفت على لافين دبي انه جاستن بيبر رح يجي وعنده كونسرت وبلشت ابكي من هلا. او ماي جود، كثير متحمسه. قمر الطائي تثير الجدل بنشرها لها الستوري، واللي ظهرت من خلاله بفلتر يحمل قبعه باللون الابيض والاسود، والصدفه انه يارا احمد تمتلك نفس القبعه وشاركت عده صور بها سابقا، إلا أن قمر رجعت وشاركت ستوري آخر عن القبعة، وعلق البعض عن إمكانية أنه يكون الستوري مقصود، والبعض علق أنه كان عفوي ومو مقصود. فشو رأيكم أنتو؟ أوه ماي جاد، إيع أكون حد ممكن يلبس هيسي قبعة، إيه. أوه ماي جاد، يا يا ستايل، شو هالستايل هذا؟ يا جايز إيه.
شيرين بيوتي، ومن خلال آخر فيديو نزلته على قناتها على يوتيوب واللي كان موضوعه عن الوزن، ردت على الانتقادات والتعليقات السلبية اللي بتوصلها بخصوص ضعف وزنها. جينا تعليقات كثيرة انه نحن ضعاف، نحن هيك، ليش ما بنعقل كذا كذا. بنصحكم انه ما تعلقوا على جسم اي حدا. نحن ضعاف لانه هذا الشيء اعتقد بالعيلة هو وراثة، انه نحن ضعاف. صح انه بناكل منيح بس ما بنسمن. بدي اقول بليز ما حدا يعلق على اي جسم حدا، لانه ما بتعرفوا ان كانت مثلا وزنها زايد بتزعل بدها تنحف، وان كانت حيفه بده يزيد وزنها وتسمن. فنحن هذا الشيء مو بايدنا. فبدي اقول ما تخلوا اي تعليق سلبي ياثر عليكم وعلى مين انتم كاشخاص كبنات. مريم الخالدي تتخطى حاجز المليون مشترك على قناتها الخاصه على يوتيوب، فاختارت اختها اسو مباركتها بهالستوريهات على انستغرام. يا حلوه، وصلت مليون مشتركه بقناتي مريم. يا جماعة أرجو كل يروح يبارك المريم على وصولها المليون مشترك بقناتها على يوتيوب. كلش فخورة بأختي، كلش سعيدة. وأخي أقل السنة 11 شهر وصلت مليون، دخلت بالبريكاوت كرييتر على يوتيوب من ضمن العشرة الأوائل على يوتيوب كله بالوطن العربي. كلش فخورة بأختي، كلش أحبها، ومبروك مريم. I love you. أنس وأصالة يكشفان عن تحضيرهما لسفرة قريبا، ولكن لم يذكر الوجه ولا السبب، حيث ذكر أنس أنهم تلقوا دعوة من طرف شخص ما وما ذكر اسمه ولا سبب الدعوة، حيث بيّن أنه في مفاجأة بالموضوع نظرا لكلامهم بطريقة غامضة. شو حتعرفوا بعد 5 أيام؟ في شغلة سفرة قريبة جاية بعد 5 أيام، في حدا بده يانا نسافر. ما كنا حنسافر، اجت فجأة هيك. ولأنه اجت فجأة أنا عم قلها لأصالة حبيبتي صعب إنه نحن نسافر مع كل الأولاد، لأنه الطيارة طويلة وهن حيبكوا يتعبوا وكذا، وحنروح هنيك كلاتها 5 أيام وحنرجع لهون. المهم إذا لقيتونا كلاتها سافرنا عرفوا إنه هي كان جنى. نور ستارز، ومن بعد تواجدها بالسجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي بفرنسا، رجعت من جديد لدبي وشاركت هالستوري واللي عبرت من خلاله عن اشتياقها لكريم، حيث هو متواجد حاليا بلندن، وتداعيات وإشاعات عن علاقة حبهم لساتها متواصلة من طرف جمهورهم، وعم بتزيد أكثر وأكثر من بعد ستوريهات نور عن كريم. ما وحشته ما طرى اسمي في باله ولا في الغربة بعيد صار عني. غيث مروان، ما من بعد انتشار فيديو تواجده بالمستشفى بسبب مشاكل صحية واختفائه عن السوشيال ميديا لساعات، رجع وطمأن متابعينه عن حالته الصحية من خلال هالستوريهات. زوري على التقصير، بس المره عن جد مشاكل صحيه ونفسيه، يعني من واحد ما بحياته ما بحب ياخذ ادويه، لا عم بياخذ 15 دواء مع بعض، كثير ادويه عم باخذ، يعني مش مستوعبه انا، فهمتوا؟ فعم بأثر شيء علي، خمول وقصص وهيك اشياء. بالزور شباب بيسحبوني لبرا. الدكتور قال لي بعد عن اي شيء بوترك ولا تعصب، وحاول لا تتوتر ولا تعصب، وانا حياتي كلها توتر عصبيه. مو فلوجز يصدم الجميع بنشره لفيديو على قناته الثانويه على يوتيوب مو لوكسري، واللي ظهر فيه كل من نارين بيوتي وغيث مروان وشيرين بيوتي، إلا أن هذا الفيديو كان قديم وشاركوا مو على قناته الأساسية قبل أكثر من سنة، ليعيد نشره على قناته الثانوية ولكن بشكل مدبلج للعربي. وتساءل الجمهور عن السبب اللي خلى مو ينزل هالفيديو بهالتوقيت، وأجمع البعض عن إمكانية وجود صلح جماعي بينهم ونهاية خلافهم جميعا. فشو رأيكم أنتو؟ نارين بيوتي توضح سبب غياب كل من مو فلوكس وأنس الشايب بآخر فيديو لها على يوتيوب، واللي كان الحلقة الثانية من برنامجها عندك موهبة أتفضل، من بعد ما كانا بالحلقة الأولى وصرحت أنه الحلقة تصورت وقت تواجد مو وأنس بالأردن، وهيك تكون أنهت نارين بيوتي إشاعات خلافها مع مو فلوكس. حاب أخبركم أنه حتشوفوا شوية تغييرات بالفيديو، لأنه مو فلوكس وأنس الشايب ما كانوا موجودين لما صورنا الفيديو، كانوا بالأردن رايحين سياحة واستنهاق. لأشو استنشوف اسمه، لأنه هنا مسافرين أنه مين أفضل بديل لمو وأنس. ففيديو اليوم رح تشوفوا شيرين أختي كلجنة حكم، شيرين كمان كلجنة حكم، وجلال مذيع البرنامج، إنما أنا وبيسام صامدين إن شاء الله. وهون نكون وصلنا لنهاية فيديو الأخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم كل أخبار اليوتيوبرز أول بأول، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستغرام، عم ننشر فيها أخبار يوميا، وساعدونا أن نوصل 200 ألف متابع بأقرب وقت. بشوفكم بالحلقة المقبلة، إلى اللقاء.